مشاهدينا، طقس متقلب ما زال عم بيسيطر على لبنان حاليا. جو الليل رح بيكون اجمالا غائم جزئيا، رح نشهد امطار متفرقه ومتقطعه خلال الليل. حراره بتسجل بيروت 13 درجه، 9 بسور، كذلك طرابلس 9 درجات، 6 تحت الصفر بالارز، 4 زحله، 6 حصبيه، وبعلبك 6 درجات كذلك. جو بكره اجمالا رح بيكون غائم جزئيا الى غائم، رح ايضا نشهد امطار متفرقه خلال النهار، عواصف رعديه، الامطار بتكون غزيره احيانا والثلوج بتتساقط على 1300 متر وما دون، خاصة بالمناطق الشمالية وبالداخل. حرارة توصل أقصاها ببيروت 16 درجة، 14 بطرابلس، 2 بالأرز، 9 زحلة، 6 حصبية، وبعلبك 8 درجات. إذن لبكرة الرياح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية حل البحر معتدل، حرارة 118 درجة ورطوبة بتتراوح بين 40 و75%. إذن طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي متقلب بامتياز. بكرة مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم، رح نشهد أمطار متفرقة غزيرة بعض الأحيان، ثلوج على 1300 متر ما دون بالمناطق الشماليه والداخل، 16 درجه اقصاها على الساحل. نهار السبت بيرجع بيستقر تماما مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط ل 17 درجه، الاحد ايضا مشمس الى قليل الغيوم ارتفاع بسيط درجه واحده وبتسجل 18 درجه اقصاها على الساحل، لنوصل لبدايه اسبوع جديد مشمس الى قليل الغيوم واقصاها نهار الاثنين 20 درجه. هذا كان كل شيء، عوده لكم ماريو وريمي.